مساء الخير، كيفكن؟ عم بحكي عن اوكيو جارد. اول شي بشكر صديقتي اللي جابت لي اياه. هاي كابسول جيلاتين تحتوي على الفيتامين سي، نيكوتين اميد، فيتامين بي 12، فيتامين اش، سيلينيوم، عن جينكو بيلوبا مع الزنك. هي مكمل غذائي يحتوي على فيتامينات مضادات اكسدة. طبعا الجرعة هي تقريبا كبسولة واحدة يوميا، ما لم يحدد الطبيب ذلك. يستخدم تحت إشراف طبي بالأمراض المزمنة ومرض السكر. لا تستخدم لمرضى الضغط المرتفع، لا تستخدم في حالات الحمل والرضاعة، لا تستخدم كعلاج مصاحب للأدوية المضادة للتجلط وحالات مشاكل بالصفيحات الدموية. طبعا تحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. طبعا هي بالمجمل هي منتج كويس عادة بالنسبة للضغط، مشاكل الضغط والسكري. تراقب يعني ممكن نشوف على الروسيت نفسها موجود هيك، ولكن عادة تحت إشراف طبي، ما في مشكلة إذا أخذناهم. شكرا كتير، أهلا وسهلا.